ما الذي يلوح في أفق المباحثات السياسية؟ ألا يشكل الحديث عن تشكيل حكومة وطنية قافزاً على المرجعيات الأساسية؟ لماذا يتم التكتم على المشاورات السياسية عن طريق اللقاءات المصغرة في لندن وغيرها؟ أهلاً بكم. مشاورات تؤدي إلى مفاوضات، ومن المفاوضات إلى محادثات وإجراءات يحملها المبعوث الأممي على طريق حالم إلى جنيف في 6 من الشهر القادم. يكشف المبعوث عن مساعي للحصول على اتفاق موقع لتشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيبات أمنية من ضمنها سحب السلاح. كيف يمكن الحديث اليوم عن تشكيل حكومة وطنية؟ ألا يعيدنا إلى ما قبل اتفاق السلم والشراكة؟ وكأن ما يحدث هو مجرد انقسام سياسي وليس حربا تسببت بدمار بلد وقتل شعب. ثم كيف يمكن القفز على المرجعيات الثلاث التي تمثل قاعدة أساسية للحوار ولمساعي المبعوث الأممي؟ هل كان هذا أحد مخرجات جريفيث وفريق لندن؟ ألا تعد هذه المبادرة تعميقا للانقسام ومكافأة للقتلة؟ هذا الاتفاق ألا يقفز على الجرائم والانتهاكات التي حصلت؟ ثم ألا تعد المشكلة اليمنية اليوم صراعا إقليميا ودوليا؟ مبادرة جريفيث والمفهوم الجديد للوساطة، العنوان الجديد لاسطوانة الحل السياسي التي تتناسل تصريحات وتحركات وزيارات، لكنها على صعيد الواقع لا تعمل أكثر كونها مادة للتناولات الإعلامية والسياسية والتقاط الصور للمبعوث في عدن وصنعاء والرياض وأحيانا في مسقط. الحديث عن حكومة وحدة وطنية هي القديم المتجدد في الأحاديث ذات الصلة بالمباحثات السياسية، وتعيد إلى الأذهان حكاية السلم والشراكة التي تقدم العربة على الحصان إذا ما تعلق الأمر بتشكيل حكومة قبل الانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة. بحسب متابعين، من اللحظة الأولى التي تحرك فيها جريفيث اختفى من قاموسه الحديث عن المرجعيات الثلاث، وبات لا يذكرها إلا فيما ندر، وباتت نزعته نحو الحلول الجزئية كالحديث عن الحل في الحديدة أكثر من الحلول السياسية الشاملة على أساس المرجعيات الأساسية. اسطوانة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يعدها مراقبون أحد مخرجات جريفيث وفريق لندن الذي ضم مجموعة من الناشطات والشخصيات السياسية، وجرى التكتم على تفاصيل اللقاء إلا من بعض التسريبات والصور التذكارية على مواقع التواصل الاجتماعي. لا جديد يلوح في أفق الحل السياسي، وبات الانسداد هو سيد الموقف في ظل المحاولات المستمرة لخلق حلول سياسية تعزز الانقسام وتكافئ الذين اسقطوا العملية السياسية بعملية سياسية جديدة تطوي صفحة سنوات الجريمة. الأزمة اليمنية هي الأخرى باتت اليوم يتيمة على مائدة الصراع الإقليمي والدولي، تتجاذبها أطراف ألعاب القوى بينما تم تجريد اليمنيين من قوة الدولة اليمنية وسيادتها وقرارها المصيري في أن يكون لها وجودها بين الأمم كدولة موحدة تعرضت للانقلاب والاجتياح وتسعى لاستعادة ذاتها. إلى أين تمضي الأزمة اليمنية إذن؟ هل إلى حل سياسي على أساس المرجعيات الثلاث، أم أن الحرب ستقول كلمتها في نهاية المطاف؟ أم ثمة نسخة مشوهة من الحل السياسي في طريقها للتحضير على طريقة ما عرف بالسلم والشراكة؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور عبد البقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. مساء الخير بداية لك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. إذن نتحدث عن دعوة المبعوث الأممي الجديدة لمشاورات، برأيك الحديث المفاجئ عن حكومة وحدة وطنية، ما الذي يشكله برأيك؟ أعتقد أن تشكيل وحدة وطنية أمر ضعيف أو يعني بعيد الاحتمال، لأن هذا واضح تحركات المبعوث الجديد يعني تسير في نفس مسار ولد الشيخ، ونحن نعلم أن كل طموحات أو توجهات المجتمعات الغربي وأيضا مطالب الحوثيين تتمثل بنقل السلطة وتشكيل وحدة حكومة وحدة وطنية، وهذا يعني أننا
حققنا الهدف المخطط للجغرافية اليمنية وأصلنا الحوثيين في الحقل السياسي اليمني. كيف ذلك؟ بمعنى أن الغرب، لو تلاحظي أن كنا في الكويت، كان هناك الحديث عن نقل السلطة إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قطع معها الرئيس هادي بتعيين اللواء علي محسن الأحمر، وهذا ما جعل الحوثيين يتراجعون لأنه لا يمكن نقل السلطة إلى علي محسن وهكذا. إذا نحن نتحرك الآن في ما يسمى منطقة فارغة، لن نذهب إلى السلام. في هناك عنصرين رئيسيين، العنصر الأول المجتمعات الغربية، واضح أن هناك مسار لتسوية الوضع اليمني يتأسس على التالي، يتأسس على أن يكون الحوثيين طرف من هذه التسوية، ويتأسس كذلك على اعتبار كل الأطراف بما فيها السلطة الشرعية أطراف نزاع، وهذا يعني أن لا علاقة لما يتم من لهذه الإجراءات والتأثيثات بالمرجعية الثلاث، لا علاقة لا حديث أو لا وجود لانقلاب، لا توجد سلطة شرعية، رغم أن هنالك مرجعية واضحة وهناك مبادرة خليجية وهناك مجلس الأمن، إلا أن ما يتم الحديث عنه لا علاقة له بالمرجعيات، لا علاقة له بوجود سلطة ومعارضة. الحديث كله عن هنالك صراع سياسي بين مكونات سياسية سيتم إجراء تسوية وتأصيل الحوثيين كطرف ونقل السلطة من السلطة الشرعية، وبالتالي نحن حققنا الهدف الخطير. أولا، كل تجارب الأمم المتحدة، هناك مؤامرة على اليمن لتظل غير مستقرة، لتظل رخوة، لأن الهدف المملكة العربية السعودية في مرحلة لاحقة على اليمن أن يصبح مكانا قابل للتفجير من متوتر برميل على سطح ساخن دائما هكذا. بالتالي عندما نحن الآن نتحدث بعد عامين وزيارات نفس الأسلوب، يلتقي مع مجموعة من الشخصيات في جنيف، مع نساء السلام ورجال السلام، وما علاقة رجال السلام ونساء السلام في وضع تسوية؟ هناك مرجعيات دولية، وهناك ما يسمى بدربة الأمم المتحدة، هناك ما يسمى بالدربة، يعني لديها خبرة. دربة الأمم المتحدة تتحدث على عدالة انتقالية، تتحدث على وجود انقلاب. وجود انقلاب يعني لا تتعامل مع الأطراف كأطراف نزاع ولا تساوي بين كل الأطراف. طالما أنت تتحدث لي عن مرجعيات وتتحدث عن أمم متحدة وأن هناك سلطة شرعية، هذه السلطة الشرعية كيف لها أن تستدعي دول التحالف وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم تتعامل معها كطرف من أطراف النزاع، وبالتالي عليها نقل السلطة. بالتالي نقل السلطة بمعنى أن الانقلاب مقبول دوليا، وأن الحوثيين هم طرف مرغوب به بالمنطقة. ومن هنا ستلاحظين نحن بعد عامين من هذا الاحتراب وبعد عامين من الكويت نعود إلى نقطة الصفر، نقل السلطة، ويعني هو ليس نقل السلطة، تشكيل حكومة وحدة وطن، لأن نقل السلطة إلى نائب الرئيس لم يعد بحح نائب الرئيس، هنا علي محسن حجر عثره، ومن هنا بالتالي لم يطالب بنقل السلطة من الرئيس النائب، بل طلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي نحن أمام صراع سياسي بين أطراف، سيتم تشكيل وحدة وطنية، وسيكون ولا علاقة لمكونات المبادرة الخليجية، لا علاقة لهم هنا. هناك الآن سيكون لدينا مجموعة من المكونات الأخرى التي فرضتها الظروف الرخوة. يبدو لي أن هذا التأخير وهذا الوقوف الدولي على الحديدة وإيقاف المعارك، وصحيح أن دول التحالف وتحديدا الإمارات العربية المتحدة ساهمت فيما نحن عليه من خلال لديها استراتيجية، لكن بقاء الوضع رخو هو نحن مهما طالت الفترة الحلول هي نفس الحلول، يعني ليس هناك مسار آخر لإيجاد تسوية في اليمن غير أنكم تذهبون إلى حكومة وحدة وطنية. المؤلم أن السلطة الشرعية خلال مع دول التحالف لم تحقق أي تقدم عسكري، ولم تستعيد جغرافيتها أو تحافظ أو تعيد جغرافية متماسكة. بالتالي ها السلطة الشرعية هي التي أيضا ساهمت في جعل الدول الغربية يعني تسير هذا المسار. نحن ندرك تماما أنه أن اليمن سيتم فيه ثنائية سنة وشيعة وشمال وجنوب، لأن هذا المخطط، وسيتم تقاسم الحقل السياسي والحكومة الوحدة الوطنية، الحراك الجنوبي والحوثيين والمؤتمر، مؤتمر الداخل، مؤتمر الخارج، الشباب، وهذه لكن هؤلاء لا يمثلوا المجتمع اليمني ولا سينقلون للسلام، بل سيدافعون عن حصصهم في منافع
الانتقال، ومن هنا علينا على السلطة الشرعية أن تعيد حساباتها، ونحن ندرك بس نعم. قبل أن ننتقل للسلطة الشرعية اسمح لي دكتور، يعني حين يخلو حديث جريفيث من المرجعيات الأساسية سواء في هذه المبادرة أو حتى في إحاطة التي قدمها لمجلس الأمن، هل هناك مخاوف من ذلك؟ ليس هناك مخاوف. ولد الشيخ كان، أنا ربما كان أكثر حرصا على ذكرها في كل المرجعيات الثلاث، والحديث عن المرجعيات هو إكليشة، أنا قلتها من أكثر مرة، أنها عبارة عن ديباجة. وتحدثنا في البداية، قلنا منذ بداية الاتفاق يعني لا يجوز الحديث عن أطراف نزاع ودعوة الحوثيين كطرف من أطراف النزاع، وهذا يتنافى مع ربما مع هذا قد يعني قفزنا عليه لأنه قد لا جلسوا كطرفين نزاع. أنا أحب أقول الفكرة، الفكرة الحقيقة الأمم المتحدة تقول أن طالما هناك تخفيف في الكلفة، بمعنى أن الكلفة الإنسانية تخف على الشعب اليمني، يمكن التغاضي عن بعض العدالة الانتقالية، يمكن التغاضي عن قبول الحوثيين حتى بعد الانقلاب، لكن هؤلاء لم يخففوا الكلفة، بالعكس قاموا بتصفية الحليف، سيطروا على السلطة، نهبوا المال العام. ثانيا الأخطر من هذا، نحن كلنا ندرك بما فيها أوروبا بما فيها الأوروبيين الأمريكان أن هؤلاء يسعون للوصول للسلطة، وبالتالي لا يمكن لهم يعني قبول الشراكة، لا يقبلون الشراكة. هؤلاء لديهم مرجعية دينية، مرجعية في الحاكم، لديهم ما يسمى اعتقاد أنهم الأحق بحكم اليمن. ومن هنا أعتقد أن المرجعيات الثلاث هي عبارة عن ديباجة، السلطة الشرعية ساهمت في جعلها ديباجة. لذلك أعتقد نحن كلنا نعتقد أيضا أن هذه المفاوضات ربما تمنح، إذا ما ذهبت الدول يعني الحوثيين ذهبوا إلى جنيف وذهبت معهم السلطة الشرعية تحت أنهم يريدون إجراء بناء الثقة، لماذا تقبلون إجراء بناء الثقة؟ أنتم لكم 4 سنوات من المفاوضات ومن الماراثون المفتوح، وذهبتم من الكويت، ونحن ندرك أن هؤلاء يكسبون الوقت، هؤلاء سيكسبون الآن، هم يسعون لماذا؟ إلى تحقيق الاعتراف بهم كطرف أوحد في العاصمة صنعاء، وإذا ما تحقق ذلك أصبحوا طرفا رئيسيا، وبالتالي هناك الحراك الجنوبي كطرف رئيسي في المنطقة الجنوبية، وهنا طرف رئيسي، بالتالي نحن أمام أطراف، ومع بقاء المؤتمر الشعبي العام يعني كيان يعني متشظي إلى كيانات، وبالتالي هنا سنصبح أمام، لم يعد هنالك أطراف، غياب الحزب الاشتراكي من المشهد، يعني الكتل التي شكلت المرحلة الانتقالية لم تعد هي ذاتها، لم تعد هي اللاعب الرئيس، سنكون أمام أطراف جدد وأمام وضعية جديدة. لذلك أعتقد أن إحداث أو ضرورة تقييم دول التحالف، أنا دول التحالف لا أثق بها لأن هي التي ساهمت في هذا الوضع، لكن على السلطة الشرعية أن تعيد حساباتها، وأنها إذا ذهبت إلى جنيف بهدف امتصاص الضغط الدولي أو بهدف أنها تقول للعالم أننا مع السلام حتى يثبتوا للعالم أن الحوثيين ليس مع السلام، أنتم ستحققون الحوثيين اعترافا بأنهم طرفا أو حد، وبالتالي لا يمكن لنا الحديث بعد ذلك عن انقلاب. إذا اسمح لنا دكتور سأناقشك عند هذه النقطة، ولكن بعد أن ينضم معنا الصحفي غمدان اليوسفي من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ غمدان. يعني حكومة وطنية ينادي بها المبعوث الأممي، وربما هي البرواز المقدم لدعوته لمفاوضات جديدة في جنيف، بحسب قراءتك ما مدى انسجام تلك الفكرة التي قدمها مع القرارات الأممية أيضا والمرجعيات الأساسية؟ يعني أعتقد حتى أنه أصبح من المخجل اليوم لنا كيمنيين وكمساندين لشرعية طوال 3 سنوات أن نتحدث حتى عن هذه المرجعيات، تتحدث عن جمود في العقل السياسي سواء في طرف الحوثيين أو في طرف الحكومة الشرعية. أعتقد أن الشرعية تأكلت اليوم، من المعيب أن نتحدث عن شرعية حتى في ظل يعني ما حدث خلال العامين أو 3 الأعوام السابقة، وهو يعني نوع من التسابق على يعني على المكاسب الذاتية بعيدا عن أي سعي لحل الإشكالية. يعني إذا تحدثنا اليوم منذ العام 2015 إلى نهاية 2015 كان آخر محادثات، اليوم نحن في عام 2018، يعني
من يصدق أنه يعني طوال عامين لم يحدث أي تحرك سياسي في سياق حل الإشكالية، وبقي الحل فقط مرتبط بالتقاسم الذي حدث سواء في الجنوب أو تقاسم المناصب والتعيينات الذي يحدث في الرياض، وهذا الملف المخزي والملف الذي ربما يعني أصبح يعني الجميع يخجل من أن يتحدث عن حكومة في ظل هذا يعني هذه الهيمنة وهذا يعني التسابق وهذا التدافع تجاه فقط يعني الحصول على مكاسب لإبقاء الدولة بالخارج وليس لإبقاء وليس لإعادة الحكومة إلى الداخل. يعني من المخجل أن ينادي اليوم وزير حقوق الإنسان مكتب يعني مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء للنزول إلى عدن ومكتبه في الرياض. يعني ما الذي يجب أن نتحدث عنه في ظل هذا الحديث ونتحدث في مقابله عن مرجعيات ثلاث؟ يعني المرجعيات اليوم أصبحت بقرة حلوب للحكومة الشرعية قبل أن تصبح أيضا بقرة حلوب للحوثيين في الداخل. الحوثيون اليوم لم يعد لديهم أي دماغ سياسي يمكن أن يعني وهم المتحكمين بالمشهد إذا جاز لنا القياس، فهم المتحكمون اليوم في المشهد، وأعتقد أنه بيدهم كما ما زال من السابق إلى اليوم ما زال بيدهم خيط الحل. خيط الحل يبدأ من يعني من تحرر الدماغ الحوثي من السيطرة والهيمنة والاستحواذ، وبالتالي يمكن أن يوافق الشعب اليمني على الأقل أو يتنازل أو حتى يتسامح في بعض الجرائم التي ارتكبها الحوثيون اليوم مقابل أنه يعني تبدأ حياة مختلفة في الداخل. يعني إطلاق سراح المعتقلين أعتقد أنها الخطوة الأهم لبدء تسامح وتصالح مع هذا الكيان. في المقابل أيضا أعتقد أنه الحكومة هذه ستصبح في خبر كان إذا تحرك الدماغ الحوثي وبدأ في تصالح مع الناس وليس تصالح مع هذه الحكومة وليس تصالح. لكن اسمح لي أستاذ غمدان، يعني نعم حتى على مستوى إطلاق المعتقلين يظهر أو يبدي جريفيث يعني تفاؤلا واسعا بحسب تعبيره بأن جميع الأطراف تود فعلا إطلاق الأسرى الذين لديها أو المعتقلين الذين لديها. يعني على ماذا يراهن بالضبط المبعوث الأممي؟ يتحدث بثقة، يتحدث بتفاؤل، وربما يظهر الكثير من أن الخيوط ستحل على يديه أمام مجلس الأمن. يعني يفترض أن نحن إنه الجميع نحن بغض النظر عن حديث المبعوث الأممي إن نحن نراهن على تحرك يعني على 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 تغير في سلوك هذه الجماعة، إذا يعني نقول ربما استدراك وعلى الأقل افتعال ذكاء للمرحلة المقبلة، وخصوصا أنه التآكل في صف الشرعية أكثر من التآكل في صف الحوثي. يعني أعتقد أنه من غير المنطقي أن نقول أنه الحوثي تأثر، الحوثي تأثر أوكي فيما يتعلق بالجنود فيما يتعلق، لكن هو مسيطر في الداخل، وأعتقد أنه حالة الاستقرار في داخل يعني الخارطة التي يسيطر على الحوثي أكثر من الاستقرار في الخارطة التي تسيطر على الحكومة الشرعية بعيدا عن محافظة مأرب. يعني يعني الرهان على مسألة يعني ربما يعني تحريك عقل السيطرة الحوثي في هذه المناطق انه سيمنحه مكسب كبير، هذا الإطلاق سراح المعتقلين سيمنحهم مكسب كبير و يعني امتصاص لحالة الغضب، يعني الغضب الذي أيضا مسلط على الحكومة الشرعية يعني التي أصبحت ربما في حكم الغائب البعيد الذي ليس له هم في داخل الخارطة يعني السياسية بشكل عام والخارطة في منطقة مناطق الشرعية. ربما أيضا حصل على 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 علامات وحصل على يعني على تصريحات، حصل على وعود من قبل الجماعة الحوثية يبدو أنها يعني بدأت تحرك الملف، وهو في صالحها في النهاية، ليس في صالح يعني في صالح أسر الضحايا أولا وأخيرا، والمكسب السياسي أيضا في صالح الحوثيين سيكون في حال إطلاق سراح السجناء، وستظل الإشكالية موجودة في مناطق الدولة. اليوم في تعز هناك إشكالية كبيرة وندرك حجمها، في الجنوب لدينا إشكالية أكبر وندرك حجمها،
في المقابل ليس هناك إشكالات كثيرة إلا فيما يتعلق بالحياة المعيشية للناس في العاصمة صنعاء أو في الحديدة أو في مناطق شمال الشمال من أب إلى 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 صعدة، مشاكل معيشية، مشاكل يعني فيما يتعلق بالممارسات. وهذه إذا هناك يعني نوع من استيعاب المشهد، فأعتقد أن الحوثيين يعني سيحققوا النتائج إذا تعاملوا مع الناس بطريقة مختلفة على هذه اللي تعاملوا معها خلال 3 سنوات. وربما هذه ليست نصائح طبعا للعوثيين، لكن هذا هو الواقع إذا استقرأناها اليوم، طالما ولدينا يعني في المقابل هناك حكومة باتت يعني في حكم فقط يعني تتحول تدريجيا إلى عصابة. يعني ربما هذا نوع من الغضب أيضا، كوننا صمدنا 3 سنوات من يعني من الدفاع عن هذه الحكومة، على شرعية، عن عن عن, عن دستور، عن قانون، عن من هذه التفاصيل، واليوم أصبحنا يعني وصلنا إلى هذه المرحلة من الإحباط الذي نتحدث به بهذه اللغة. نعم، هل تتوقع أن يتحول الضغط الدولي بالخروج من تنفيذ القرار الأممي إلى حلول وسطية وتشكيل حكومة وطنية؟ من المستحيل تشكيل حكومة وطنية، لأنه في النهاية الفاصل في التفكير كبير، خصوصا انه يعني لا يوجد حلول جديده. يعني اذا بدانا نتحدث عن المرجعيات الثلاث، فاعتقد انه هذه مساله يعني فقط نوع من الحديث عن المستحيل الذي تحدثوا فيه طوال المشاورة الدينية، طوال مشاورة الكويت، طوال يعني النقاشات السياسيه طوال 4 سنوات، كلها يعني تؤكد انه الحديث عن مرجعيات في ظل سيطره القوى هناك في الشمال اكثر من سيطره القوى في بقيه الخارطه. فاعتقد انه ضرب من الجنون ان نظل يعني نتمسك بمثل هذه المصطلحات اذا لم يكن هناك حل توافقي يتم التنازل فيه من قبل جميع الاطراف لبعض. واما انه سنظل نكرر هذه الديباجه، فاعتقد اننا لن نصل الى حل اطلاقا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك غمدان اليوسفي، صحفي كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. إذن دكتور عبد الباقي يعني يجد أيضا الدكتور عفوا الأستاذ غمدان يعني أن الحديث عن حكومة وطنية يعد ضرب من الجنون في ظل كل المعطيات الموجودة على الأرض، وأيضا مقارنة ب يعني ثقل الحكومة في المناطق المحررة التي تعاني إشكالات كبيرة. لكن دعني أتحدث معك عن النقطة التي يعني كانت قبل مداخلة الأستاذ غمدان. تحدث أنه يعني مجرد القبول بوجود أو الجلوس مع طاولة واحدة مع الحوثيين كطرف صراع يعني القبول بالانقلاب. ما الذي حدث إذن من قبل؟ ألم يجلسوا مع بعض في طاولة واحدة؟ طيب. يعني ربما أنت تتحدث لو كان هذه أول مشاورات يعني. لا أنا أتحدث الآن، هناك كان لقاءات بوجود الحليفين صالح الحوثي. الآن سيكون هناك طرف وحيد في صنعاء والبقايا الجغرافية التي تحت الانقلاب، وبالتالي هناك سيكون اعتراف بطرف قوي وحيد مسيطر. ما الفرق إذا يعني الفرق هم كانوا طرفي الحوثيين أصلاً؟ هذا بالنسبة كان زمان هناك مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وصالح والحوثيين، وهناك كان نوع من التوازن قبيل صهر قوات صالح. الآن هناك قوة أوحد، وإحنا قلنا هذا إيجابي لو تم الاستفادة منه. لكن دعيني أقول أولا لو سمحتي، بس هناك فكرة في غاية الخطورة. الفكرة الأولى، نحن ندافع عن الشرعية نعم، لكن هذه السلطة أسوأ، وعبد الرب منصور هادي أسوأ من حكم اليمن، وهذه إدارة أسوأ من أدارة اليمن في هذه اللحظات التاريخية. الرئيس ونخبته ومكتبه وكل من حوله أسوأ من أدار المسألة اليمنية، وهم ما قادونا إلى ما نحن عليه. نقولها عبر الهواء ولن نخجل في هذا التوقيت، لأننا إذا ما ذهبنا عندما يتحدثون عن إطلاق يعني إطلاق الأسرى، نحن لسنا أمام عصابة اختطفت مجموعة من الرهائن لإطلاق الأسرى بنا، نحن أمام انقلاب. اثنين، لو انتقلنا إلى حكومة وحدة وطنية انتقلنا إلى الحالة اللبنانية، بمعنى أن الحوثيين هم حزب الله الذي سيكون يصنع القرار من صعدة، ومن ثم ستكون هو القوة المهيمنة والميليشياوية، ولن تشكل حكومة ولا يستطيع انتخاب برلمان إلا بالمرور في صعدة، ومن ثم سيعودون لالتهام الجغرافية مرة أخرى لأنهم سيطروا على مقدرات الدولة، ولأنهم ميليشيات مرتبطين بإيران ولديهم وسائل إعلامية، وبالتالي هم الطرف المهيمن
المسيطرة في الجغرافيا أمام حكومة. فلا يراد أمام حكومة. أمام حكومة حتى الآن فاشلة بكل المقاييس. نعم إذن يعني في ظل فشل الحكومة بهذا الشكل وسيطرة الحوثيين بهذا الشكل، ألا يعني تدار طبخة يعني بهذا الشكل أن يراد للحوثي أن يظل قوة مسيطرة على الوضع ولو بصورة يعني مصطلح مزين باسم حكومة وطنية؟ الحوثي لو كان طرفا يعني وجوده في الحقل السياسي كطرف سياسي كان هناك إقصاء ويسعى إلى تحسين موقعه، لا ضير، سيقبل أي مفاوضات وسيحسن بوجود 5 وزراء أو نسبة من النسب أو تحسين، لكن الرجل لا، هذه الجماعة لا تسعى إلى تحسين موقفها، يعني تحسين موقعها في الحقل السياسي ومنافعه، بل تسعى إلى الاستيلاء على السلطة. 2 يعني هذه الجماعة نحن ندرك ذلك، يعني عندما نتحدث عن الحوثيين ليس هم بالقوة وليس هم هم مجموعة مرفوضة مجتمعيا كشفت خلال 4 سنوات. دول التحالف العربي يعني التي تم استدعائها، ولماذا أحمل السلطة المسؤولية؟ سلطة خلال 4 سنوات غير موجودة في الجغرافية، لا تسلم مرتبات، غير قادرة على إدارة المدخل الإنساني، غير قادرة على إيصال يعني وجهة نظرها إلى الرأي العام الدولي، غير قادرة على الاستفادة من كوادرها، غير قادرة على يعني وضع استراتيجية استعادة جغرافية مؤسسات واضحة. حتى لا توجد جغرافية، لدينا مارب قطاع منفصل، لدينا المناطق الجنوبية قطاع منفصل، لدينا تعز قطاع منفصل، لدينا صنعاء مع الاحتلال، أي شغل أي عمل هذا، لدينا فشل في إدارة العلاقات العامة مع الخارج، لدينا فشل في إدارة حقوق الإنسان، ما الذي يحدث؟ لدينا تم يعني ما يسمى أخذ أو افتكاك مفهوم احتكار العنف الشرعي للسلطة وتسليمها إلى جماعات غير الدولة، بالتالي هذه السلطة نحن متمسكين بها، نقول نحن مع السلطة الشرعية، ليس لأننا يعني لأنها هي شرعية وفقا للمرجعيات وتم انتخابها وما زالت وفقا للمبادرة الخليجية تنتهي المرحلة الثانية بالاستفتاء الدستوري وهي أقل كلفة في الانتقال، لكن نقولها للجماهير أيضا إنها أسوأ من حكم اليمن هذه السلطة التي جعلتنا نوصل إلى هذه النقط وجعلت الحوثيين قوة وجعلت منها تبع لدول التحالف ولم تستطيع أن تمثل الشعب اليمني وتكون ندا لدول التحالف، تستطيع أن تضع أجندتها ودول التحالف عليها أن تكون رديفا، وليس دول التحالف تتقدم، دول التحالف هي التي أوجبت مجلس الانتقال الجنوبي. إذن لا، دقيقة واحدة، هذا 4 سنوات اللي تم تأخير المعركة العسكرية هي التي جعلت هذا الوضع رخو وهي التي غيرت مكونات الحقل السياسي والتفاوضي، وبالتالي سنظل 2 سنين آخرين وسنعود إلى نفس الحديث هذا، تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا لم يتم هنالك استعادة جغرافية ومؤسسات متماسكة وحكومة لديها رؤية استراتيجية، لديها خبراء، لديها رؤية للتنمية تستطيع أن تبث الأمل للمواطنين، غير ذلك نحن أمام حكومة فاشلة مع الأسف الشديد. لأول مرة أقولها. نعم. أنا أشعر نعم اسمح لي دكتور عبد الباقي، يعني سنعود للحديث عن ذلك، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لكم. مشاهدينا الكرام وأرحب بك من جديد دكتور عبد الباقي، تود أن توضح فكرة ما، تفضل. نحن كنا قد يعني بينا موقفنا من السلطة الشرعية، لكن أيضا هذا لا يعني أننا مع الحوثيين، نحن أنا كمواطن يمني وعديد من النخب اليمنية وكثير من الجماهير اليمنية نحن أمام ما يسمى بعلم السياسة تحديد هوية الصراع، بمعنى هناك صراع بين الجمهوريين الملكيين
لن يتمكن الملكيين من استعادة السلطة، ليس استعادة إنما بعد نظاما جمهوريا شبه كان ديمقراطيا أو ديمقراطية شكلية، لكن هذا هو الصراع. نحن سنقف ضد المشروع الحوثي حتى استعادة الجمهورية والحفاظ على سيادتنا، ولكن في نفس الوقت نقول لهذه السلطة الشرعية أنت أسوأ سلطة أدارت اليمن في هذه المرحلة وفرطت بسيادتنا. وعلى الرئيس الجمهورية، نحن متمسكين أيضا بأنها سلطة شرعية للعبور، وهذا اضطرار براغماتي، لأننا لا يمكن ننتقل للفراغ. ومن هنا إذا لم تعيد هذه السلطة الشرعية رؤيتها فإننا سنكون ذاهبون إلى مرحلة المرحلة اللبنانية، ومن ثم سنعود سنسلم السلطة بمرجعية دولية بموافق دولية وبختم الأمم المتحدة للحوثيين وللقوى اللي في الداخل. نحن نرتكب كوارث عندما يطالبون أقصى بناء إجراءات بناء الثقة، إطلاق سراح الأسرى. نحن أمام سلاح منهوب، أمام دولة منهوبة، أمام انتهاكات حقوق الإنسان، أمام تدمير المناهج، أمام تدمير البنية التحتية الصحية، أمام يعني نحن أمام كوارث وطنية. ومن إجراءات بناء الثقة إطلاق الأسرى، نحن أمام عصابة دخلت إلى بنك وسرقت مال عام. ما هذا الحديث الهراء لسلطة شرعية تدير معركة في بلد أصبحت قضيته قضية دولية وإقليمية؟ نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. تحدث جريفيث بآخر تصريح له عن سعيه للتوافق حول حكومة وطنية، هل هذه هي مشكلة اليمنيين حقا؟ هذه هي المشكلة الحقيقية لليمنيين ولليمن ولاستعادة السلطة في اليمن، أن هذا الترقيعات كلها هي ما خلقت الحرب، وهي من عطت أرضية للانقلاب، وهذه هي المشكلة الحقيقية. اليمنيين لا يبحثون على ترقيعات لصوب مشطط، اليمنيين يبحثون على أولا استعادة الدولة، ثانيا خلق نظام لا مركزي فدرالي يعني يسوق لكل اليمنيين، يكون على أسس دولة صحيحة بحيث أنه يصبح كل اليمنيين متمكنين من الوصول إلى السلطة، وأيضا يكون هناك توزيع وتقسيم عادل للسلطة، وليس كما يعني يحاول الترويج له مبعوث الأمم المتحدة أن المسألة مسألة حكومة وحدة وطنية أو حكومة ترقيعية بين الأطراف المتقاتلة، وهي القوى التقليدية التي يأس منها اليمنيون والذي لا يرفضها اليمنون جميعا، يعني ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر وثورة 2011 كلها ثورات مسار الحكم في اليمن من أجل أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أن لا تسلم تلك السلطة إلى يعني قوى تقليدية تدمر اليمن على حساب مصالحه وسيادته. هذه القوى جربناها مرارا وتكرارا تفرط بكل السيادة الوطنية، تفرط بحق اليمنيين في العيش بأمان وبسلام وفي الحصول على حقوقهم متكاملة، في الاقتصاد، في بناء دولة لكل اليمنيين، في التعليم، في كل ما يحتاجه اليمنيون. أنا في اعتقادي أي ترقيع جديد هو فقط يعني سيكون مجرد كارثة مؤقتة جديدة لليمنيون وتمريرها إلى الأمام وستنفجر في لحظة ما، وهي وليست حل. يعني اليمنيون لا يبحثون على حكومة، اليمنيون يبحثون على وضع آمن، على دولة نظام وقانون، على دولة يستفيد منها الجميع، على أمن يعني لأطفالهم، لنساء تعليم، على الحق في حياة آمنة. نعم، بعضهم ربما سيقول أستاذ إبراهيم، يعني بعضهم سيقول إذا سمحت، يعني بعضهم سيقول يعني تعبنا حرب ونحن فعلا بحاجة إلى سلام، يعني أيا كان هذا السلام وأيا كان شكله، هل تعتقد يعني أن ذلك مقبولا؟ أنا في اعتقادي أمراء الحروب وتجار الحروب لا يخلقون سلاما، وإنما أحيانا هي استراحة مقاتل يسمونها يعني وفاق سياسي من أجل يعني أن يستريحوا قليلا ثم يعيدون نفس الكرة. نحن جربنا مآسي منذ معارك المناطق الوسطى، منذ الجبهة الوطنية، منذ حرب 94،
ضد الانفصال، هناك حروب، ونكرر نفس السيناريو ونفس المشكلة. نحن تعبنا من نفس الوجيه، تعبنا من نفس القوى التقليدية السياسية التي في أي لحظة عندما يخرج المسار الوطني عن مسارها الشخصي يعني تجر به إلى الحروب. وهذا ما حصل حتى في الآن منذ 2011 الآن، أن القوى هذه التقليدية خسرت نوعا ما من مراكزها، ومن ثم جرت البلاد إلى حرب أهلية. وهذا ما يرفضه اليمني، وهذا ما يجب تجنبه مستقبلا. لا يجب أن نكرر نفس المشكلة التي ستنتهي إلى الحرب والدمار مرة أخرى. يعني إذا قد تورط اليمنيون ونحن ننتهك بحق الحرب والكارثة الإنسانية، يجب أن لا نكررها، يجب أن نكون صامدين أقوياء، وقد خسرنا الكثير إلى حد الآن، وأن لا نكرر نفس السيناريوهات التي تؤدي إلى الحرب والدمار، وإلى المستفيد الوحيد هم القوى التقليدية، وهذا يرفضه جميع اليمنيون، وليس فقط يعني يرفضه اليمنيون، هي نفس الفكرة التي ستعيد الحرب، ستعيد المشاكل في اليمن، ستجعل القوي يستقوي على الضعيف، ونحن أمام يعني كارثة سياسية، كارثة إنسانية، كارثة اجتماعية. كما قال ضيفك، تمزق المجتمع والحالة الاجتماعية والتعليمية والصحة. يعني لا يجب أن يكرر مجموعة من المجرمين وأمراء الحروب نفس السيناريو، يجب أن يكون نعم. لو تحدثنا عن المفاوضات أستاذ إبراهيم، نعم لو تحدثنا عن المفاوضات، ما هي نقاط القوة التي ستذهب بها الحكومة في هذه المفاوضات؟ يعني مدن تسيطر عليها مليئة بالاختلالات الأمنية، الاستقرار، الكوارث، عدم الاستقرار الاقتصادي، اللارواتب، وأشياء عديدة. لو تحدثنا عن النطاق العسكري، يعني لم يتطور إلا بنسبة بسيطة. لو تحدثنا عن وجود حقيقي لهذه الدولة، للأسف لا يوجد. فبأي يعني أوراق ستذهب الحكومة في هذه المفاوضات؟ أنا في اعتقادي أنه الحكومة هي حكومة أصلا شرعية وقوية لو استخدمت أوراقها، لكن المشكلة أن الحكومة لا تستخدم أوراقها ووضعت جميع أوراقها في سلة التحالف العربي الذي يبحث على الأساس على مصالحه الاستراتيجية في المنطقة، وهو في اليمن، وهو بقاء اليمن ضعيفا، الاستيلاء على أجوائه وبره وبحره وموانئه وجزره. وهذا ما يحدث، وهذه هي الورقة الأضعف. لدينا حكومة شبه ضعيفة جدا، تمتلك الأقوى، أقوى ورقة تستطيع امتلاكها وإعادة البناء عليها هي مخاطبة الشعب والجماهير بشكل مباشر، حثه عن ما هو مشروعها، ما هو برنامجها الاستحالة الشرعية، كيف ستقوم بذلك، لا أن تراحي للإمارات والسعودية بأن تقرر ما الذي يجب عليه. وهناك أجندة متناقضة، أجندة الأقليم متناقضة تماما مع استحالة الشرعية، مع حقوق الشعب اليمني في استحالة دولته ومصالحه وحتى نظامه المستقبلي. فلذلك أنا باعتقادي لو الحكومة الشرعية حركت أوراقها بشكل جلي وواضح مع الشعب اليمني، لكسبت ود الشعب اليمني، ولكسبت حتى مجلس الأمن والدول التي، لكنها تلعب بأوراق ضعيفة لأنها حكومة أداءها ضعيفة، وداخل الحكومة نفسها أصبح طابور خامس ينفذ أجندة أقليمية وأجندة القوى التقليدية، وهذا ما أضعف الحكومة الشرعية، رغم أنها تمتلك الشرعية وتمتلك كل مصادر القوة وهي العودة إلى الشعب، لكنها لا تستخدم ذلك، لأنها للأسف الشديد هي نسخة من النظام السابق، وهي ما تبقى من النظام السابق، رغم إدخال بعض الكوادر التي تفكر نحو المستقبل ونحو بناء يمن فدرالي ديمقراطي. لكن الحقيقة هي أن هناك أجندة متناقضة، والشعب اليمني والحكومة الشرعية لم تستطع إخراج نفسها من الورطة ومن المأزق التي حطت نفسها فيها، وهي تسليم جميع أوراقها للتحالف العربي الذي سلم أوراق الشرعية أيضا لميليشيات تقوض الشرعية في المناطق المسيطرة عليها. نعم. لدينا مشاكل كثيرة، وهي أصلا متحمدة أولا تشجيع الشعب اليمني من أجل أن يقبل بأي سلام، حتى وإن كان السلام ذلك هو فقط إعادة صناعة نفس النظام السابق
وايضا نعم. اذا شكرا وصلت فكرتك استاذ ابراهيم، شكرا جزيلا لك. ابراهيم قاطبي المحلل السياسي كنتم معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة اليك دكتور ابراهيم، تحدث الاستاذ ابراهيم عن نقاط قوه لدى الشرعيه، يعني برايك انت لو قارنا بين المعطيات العسكريه والمعطيات السياسيه، ما هي هذه اوراق الحكومه يعني التي تشكل قوه؟ نحن كثير من الاوراق، الاوراق نحن تحدثنا عن انها كان يمكن له الان لديها كان شرعيه هي لا تحدثني عن ما كان لديها، ما الذي لديها وما زال، يعني هي الان تتحرك وفقا لمرجعيات، كانت تستطيع ان تلعب دورا في إدارة العلاقات العامة والتفاوض الدولي من خلال التحرك الدولي، كان يمكن لها أن تلعب دور في وضع خطة تنموية في حالة الحرب، كان يمكن لها أن تلعب دور في المدخل الإنساني بحيث تدير العملية الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كان يمكن لها أن تلعب دور في الملف الحقوقي لكشف الحوثيين، كان يمكن لها أن تلعب دور في فتح في يعني الخروج من بوتقة دول التحالف واستقطاب دول مثل الصين وبعض الدول الطامعة إلى الاستثمار في اليمن، كان يمكن أكثر من نقطة. لكن للأسف الشديد نحن الآن نتحدث عن سلطة تقود ثورة مضادة من خلال تعيينات تمت قبل في هذا الأسبوع، وبالتالي لا أدري هذه السلطة يعني نحن عولنا عليها وفوضناها، ولكنها لا تمتلك لا رؤية ولا إدارة ولا، وربما أنا أشعر أحيانا أنها ربما لا تعتقد أنها سلطة شرعية، تتعامل مع ذاتها مثلها مثل الحوثيين، يعني لم توظف يعني كل الفرص المتاحة دوليا وإقليميا، يعني أي مجموعة أخرى أو نخبوية، نحن أمام رئيس غائب لفترات ثم عاد الآن إلى عدن، أمام حكومة غائبة، أمام أين هذه الحكومة التي لديها رؤية وتقنع العالم؟ أين رئيس الجمهورية الذي لا يمكن أن يكون في كل المحافل ومتحرك من مكان إلى آخر يحمل قضية الشعب اليمني؟ أين النخب السياسية التي السلطة الشرعية ينبغي أن تحركها وتستغل علاقتها الدولية لإيصال حال وضعنا؟ أين الآلة الإعلامية لتكشف الحوثيين؟ الآن الحوثيين من خلال الباص تحدثنا عن قصف لباص التلاميذ، والعالم نحن ندين القصف، لكن أيضا هؤلاء الأطفال أين كانوا ذاهبون؟ كانوا ذاهبون إلى التعبية، إلى المعركة، إلى الجبهات وهم أطفال. علينا أن ننظر للصورة بشكل واضح، هؤلاء يقتلون الأطفال ويستغلون كل هذه العمليات وأخطاء دول التحالف، وبالتالي هذه السلطة الشرعية نحن الآن نقول لها يعني علينا، أنا الآن لا أطلب منها لأنها سلمناها 4 سنوات على النخب اليمنية وعلى الأحزاب السياسية والقوى التجارية والعائلات التجارية أن نجد كتلة وطنية يعني لتعيد التوازن في الحقل السياسي اليمني وتلعب دورا شبيه بدور القوى الوطنية أبان ثورة سبتمبر وأكتوبر. غير ذلك نحن أمام سلمنا أمرنا وفوضنا ومنتظرين من عبد الرب منصور هادي ومكتبه ونخبته التي لا نعرفها إلا أثناء التعيينات وتوزيع المنافع وتدوير الشخصيات التي ارتكبت والتي محسوبة على الثورة المضادة والذين يمثار مع الشعب اليمني. هذه السلطة، هذا الرئيس الميت ومن حوله ورئيس الحكومة، نحن أيضا نحمله كامل المسؤولية على هذا الأداء الضعيف وعلى عدم قدرته على وضع ملفات ومكاشفة الشعب اليمني. نحن طالبنا الحكومة بأن تكون لديها حضورا جماهيريا، أن توضح لشعبنا اليمني ما الذي يجري. الشعب اليمني يعيش حالة حرب وحالة لا استقرار، وهذا يضاعف من حالة التوتر لدى الناس، ترتفع المعاناة، ترتفع الانتحارات، ترتفع حالة الإحباط. نحن أيام الحروب يرتفع منسوب الانتحار، يرتفع منسوب الإحباط، ترتفع الناس تموت جوع، ومن بالتالي رئيس جمهورية ليس له خطاب، رئيس حكومة لا غير موجود، الحوثيين يتحركون، نحن أمام فشل ذريع. لذلك إذا لم تتحرك القوى الوطنية والأحزاب السياسية التي هي الآن أيضا مرتبطة بدول التحالف، عليها أن نتحرك الآن ككتلة وطنية تماما كتحرك ثورة سبتمبر، وعلى البيوت التجارية وعلى النخب السياسية
أن تتحرك وفقا لرؤية سياسية للضغط والتحول، غير ذلك نحن سنظل في هذه الوضعية. هم يريدون وضعية رخوة، بمعنى سيظل الجنوب بهذا الشكل وسيظل الحديدة بهذا الشكل والحوثيين هنا لسنتين ثلاث خمسة عشر سنة، ونجد وضع الناس تعيش بشكل بسيط ولكن البلد استنزف، لأن الهدف أن تظل خلفية المملكة العربية السعودية هدف قادم لبعض الأطماع الأمريكية والأوروبية ولاستنزاف ثوارتنا. نحن لا ينبغي أن نكون نحن جسر عبور أو نصبح مرتبطين نحقق أهداف أخرى على اليمنيين. يعني هذا أن يديروا، هذا هو واقعنا للأسف الشديد الآن. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ العلوم علم الاجتماع في السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.